هذا مباشرة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة والزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا محمد، كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا واضح عندك أن التدريب انتهى منذ لحظات قليلة، محتاجين نطمن منك على حالة الفريق، التمرين النهاردة كانت فقراته عبارة عن إيه، ومحتاجين نطمن أيضا على حالة وليد سليمان بعد الإصابة اللي تعرض لها في تدريب الأمس ولم يستطع استكمال التدريب بالأمس. يعني في البداية محمد، يعني زي ما انت قلت كان التدريب النهاردة كان في تمام الساعة الثالثة، انتهى في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا. برضو من يعني من الكلام ومن الامور المهمه جدا ان مستر بيتسو موسيماني طبعا زي ما انت عارف بيستعين بمجموعه من لاعبي قطاع الناشئين، بلغ عددهم 16 لاعب من قطاع الناشئين لمواجهه النقص العددي في صفوف الفريق من انضمام بعض اللاعبين للمنتخب المصري الاول وايضا انضمام بعض اللاعبين للمنتخب الاولمبي. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيركز على كتير من النواحي الفنيه والنواحي البدنيه للاعبين، وان هو بيبص على مجموعه من اللاعبين القطاع الناشئين في بعض المراكز وبيبدا يوظفهم طبقا لاحتياجاته في الملعب. اطمنك على وليد سليمان، طبعا اللي كان تعرض لكدمه فضل الجهاز الفني انه يحصل على راحه اليوم من التدريب، ان شاء الله يعمل يبقى في جلسه واختبار لوليد سليمان يوم الخميس القادم بمشيئه الله هيكون موجود. ايضا كان علي لطفي كان تعرض ل كدمة في الركبة يعني وشعر بجزع في الرباط الداخلي للركبة، النهاردة عمل فحص مع الدكتور خالد محمود واطمن عليه وإن شاء الله يعمل فحص آخر يوم الخميس ويكون موجود في التدريب. طبعا مستر بيتسو موسيماني ده اللاعبين راح من التدريب غدا، هيستأنف المران يوم الخميس بمشيئة الله في نفس التوقيت. من الأمور المهمة جدا برضو اللي أنا عايز أكلمك عليها محمد، النهاردة حسين الشحات شارك بصورة مهمة جدا في المران الجماعي للفريق، ودي من الحاجات المهمه جدا. حسين الشحات يعني النهارده بطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي انه قد مران اكثر من رائع طبعا بعد تعرضه لشد في العضله الخلفيه. ايضا احمد الشيخ النهارده طبعا كان عنده كدمه في القدم بيواصل البرنامج التاهيلي وقدر ان هو النهارده يعني يكتفي بالجري حول الملعب، ان شاء الله يكون يوم الخميس موجود في ارض الملعب. من الامور المهمه جدا برضه يا محمد ان اطمنك على حاله كريم نيدفيد، نقدر نقول خلاص كريم نيدفيد ابتدى المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب بعد تجاوز يعني فتره كبيره جدا من غياب كريم نيدفيد. نطمن كل جماهير النادي الاهلي على كريم نيدفيد. المران النهارده ابتدى طبعا بجزء وشق بدني للاعبين، ثم اختتم مستر بيتسو موسيماني ب يعني تقسيمه ما بين فريقين. اطمنك على حاله محمود كهربا وايضا اليو باجي وجونيور ورامي ربيعه كمان يا فاروق مؤخرا بالظبط يا محمد. من النقاط المهمه جدا يعني برضو ان اطمنك ان رامي ربيع اصبح جاهز بصوره يعني سليمه 100% ان شاء الله للمباراه النهائيه. رامي ربيع النهارده شارك في مران بصوره اكثر من رائعه، رامي وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وحسين الشحات ومحمود كهربا وصالح جمعه وجونيور اجيه واليو باجي ومروان محسن يا محمد. اكيد فاروق صلاح، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبالتاكيد ان شاء الله الفتره القادمه في استعدادات خاصه لنهائي دوري ابطال افريقيا خاصه بعد الاجنده الدوليه واكتمال الصفوف.